يخص هذا الموضوع، احكي لنا عن هذا الموضوع فعلا. قلقني ياسر الموضوع هذا، بحيث وصلنا الى التلفزيون في الدار ما تشوفوش معنا. الفيسبوك هو حاجه خاصه، كل واحد النقال تاعو في يده واخر فيه، لكن هذه حاجه عامه. القنوات التلفزيونيه هي حاجه عامه، يكون مع اخوه، يكون مع عمه، يكون مع ضيف يحترمه، يكون كذا، يتفاجأ بلقطه ولا يتفاجأ بغنيه ولا بصوت، يعني تكون حتى اليد تاعو باش يهز تيليكوموند ما عادش يعرف واش يدير، يغلقوا في وجه السيد، احراج العائلات، موقف محرج. ما مره ما اثنين تصدمت بهذا الشيء وتسجلت في ذهني، وجات الفرصة، ما كنتش محضر يعني، جات الفرصة سجلت مداخلة قبل 24 ساعة، قلت أنا نتطرق لهذا الأمر هذا ونعمل لها سؤال، والحمد لله رب العالمين يعني لبت الاستجابة وجات للرد على السؤال تاعي في قاعة الجلسات. وشيء بنغتنم هذه الفرصة باش نقدم لها جزيل الشكر، فهي مشكورة وبارك الله فيها من هذا المنبر أنها سمعتنا وصغات ونفذت وخرجت التعليمة تاعها. ألف ألف شكر لهذه الوزيرة.